كيوان مسؤولة العلاقات العامة والتسويق بعيادة 7 دي بالجميرة. خبرينا عن خدمات العيادة. ما شاء الله عيادة كتير كبيرة ومريحة. صحيح علي، اولا احنا تشرفنا بوجودكم اليوم ويانا، فرحانين بكم. احنا عياده ما شاء الله فاتحين صرنا اولموست شهرين بالجميره، مثل ما تعرف قريب برج العرب، ومركزنا موجود هنا بالجميره. عندنا طبعا مركزنا مثل ما تشوف ما شاء الله عندنا مجموعه من التخصصات، اولها بيبدا مع قسم الليزر والجلديه. عندنا اكثر من 16 غرفه ليزر موجودين باحدث الاجهزه، 16 غرفه ليزر باحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة. يعني مثلا مثل عندنا جهاز الكندلا، سيناشور، ساندرو، وكلها بالهواء البارد بدون ألم، من أي ما شاء الله يعني حديثة يعني والأسرع بالعالم يعني بعد. وموجود عندنا طبعا في قسم الجلدية مثل ما قلت لك عندنا كل التخصصات مثل فيلر، بوتوكس، بلازما، ميزو، كل الشغلات هاي تنطي مظهر جذاب للبنات والشباب بعد، ونفس الوقت شغلات آمنة جدا. ونستخدم طبعا منتجات من أفضل المنتجات عالميا ومرخصة من وزارة الصحة. أي وطبعا عندنا قسم الأسنان رح يكون عندنا شغلات كثير حلوة. أي أي. طيب كم دكتور تجميل أو دكتورة موجودين بالعيادة؟ احنا موجود عندنا أكثر من 7 أطباء لهسه. أنت مثل ما تدري احنا ما شاء الله يعني فاتحين من شهرين، بس حاليا موجود عندنا 7 أطباء، وموجود عندنا بقسم الليزر أكثر من 21 إلى 22 ثيرابيست. اي وما شاء الله عندنا قسم السيلز، عندنا قسم الماركتينج، عندنا قسم الريسبشن، كل الاقسام اللي بيهتموا بالمريض بشكل عام. طيب عندكم يعني جراحات تجميليه ولا بس يعني التجميل السريع يعني مثل ما بيقولوا؟ هو صراحه هو التجميل السريع الموجود هسه مثل مدنون جراحه. احنا قريبا جدا طبعا هذا بالبلان، مريض حرق، بس احنا قريبا الفرع الجديد قريبا ان شاء الله راح نحكي عليه، راح يكون متطور اكثر باقسام جراحيه اكثر، ولكن حاليا احنا متخصصين بالليزر والجلديه والتجميل والشغلات اللي هي سريعه واللي تنطي نتيجه فعاله بنفس الوقت مع المريض. بتعرفي انت بدبي في عيادات كثير وفي منافسات كثيره وفي عروض كثيره، شو بيميز 7 دي عن العيادات الثانيه؟ اوكي هذا سؤال حلو. احنا اول شيء انا مهتمه بالمريض من بدايه ما يفكر. يعني اول شيء مثل ما شفت من دخلت عندنا اكثر من 35 ل 40 باركينج فري مع خدمه صف السيارات كامله مع غسيل السيارات، هذا اول شيء. فاي احنا هذا على مود نريح المريض. ثاني شيء انا الحمد لله يعني استخدم افضل برودكت مع افضل الاشياء، ولكن باسعار تكون زينه، لانه انا حابه الكل يزورنا بالعياده، حابه يعني مش لازم انه فئه معينه من الناس، حابة كل الناس تزورنا وتسمع عن عيادتنا. فإحنا صراحة الشيء اللي بيميزنا بشكل عام هو خدماتنا، إنه إحنا بنقدم خدمات جيدة، مكان مثل ما شفت ما شاء الله الأسعار طبعا جدا مناسبة في متناول الجميع يعني، بس مثل ما شفت ما شاء الله المركز يعني كواليتي عالي، مهتمين بأدق التفاصيل، مركز كبير، عندنا خدمات مثل صف السيارات مثل ما قلت لك، خدمات الستاف اللي داخل، يعني الحمد لله. أنا ما شاء الله شفت ستاف كتير كبير، يعني أنا أول مرة بشوف هيك مساحة كتير كبيرة، ويعني متواجدين بكل أمكنة، يعني استقبال حلو ومميز. كم شخص بالاستقبال او بستاف عندكم؟ صراحة يا علي احنا اي ما شاء الله احنا عندنا اكثر من 112 لليوم اي بهيدي العيادة، بس لانه احنا اهتمامنا الاول والاخير مثل ما قلت لك هو المريض. احنا نحب نلزم المريض من اول ما يدخل الى ان ما يطلع من خارج العيادة، نحب نهتم به بكل التفاصيل، دائما نمشي مع المريض، نحكي وياه، نشوف شنو يريد، يعني اهتمامنا بالمريض هو اول شيء. بصراحة هدفي انا بهذا العيادة كتيم كامل، كل هدفنا ان المريض يطلع مبسوط من عندنا ويرجع لنا مرة ثانية. في عروض معينة عاملينها؟ اي طبعا عندنا عروض على كل الخدمات الموجوده مثل الليزر، الجلديه، قسم الجلديه بانواعها كلها، فيلر، البوتوكس، البلازما، الليزر اللي هو ازاله الشعر الهير ريموفال، عندنا طبعا احدث الاجهزه الموجوده مثل ما قلت لك، عندنا جهاز
للسليمينج اوكي البادي كونتورينج، هذا جهاز كلش فعال. وعندنا همين جهاز اسمه البيكو، تقريبا ما موجود في الامارات غير يمكن عند مركزين، يعني احنا يمكن المركز الثاني او الثالث. هو جهاز عالي من التقنيه وان شاء الله راح نعلن عنه قريبا جدا. هو وصل اليوم بس ان شاء الله قريبا جدا هذا الاسبوع راح ننزل بخدمات كلش 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 راح تحبوها. كل التوفيق حبيبي. شكرا علي، شرفتنا، شكرا لوجودك. المهندس احمد الفقراني احد شركاء عياده 7D، خبرنا عن فتحتوا هلا انتم بهذا الوقت وقت كورونا، يعني خبرنا عن هذا الافتتاح وعن عياده 7D. اشكرك الاول للزياره، الدعوه الكريمه لزيارتنا هنا في 7D. احنا مجموعه من الشركاء اجتمعنا عشان نبني شيء لينا وللوطن، لان احنا بنعتبر هنا دولة الامارات هي وطننا. انا صحيح مصري بس مقيم هنا، حاس اننا في وطن شقيق. فعلا الدولة هنا ما شاء الله وفرت لنا كل المزايا وكل الامكانيات عشان ننجح. اقتنعنا بالفكرة وشفنا التوقيت صحيح، رغم ان في تحديات كورونا اللي بتواجهها الدولة بالكامل، انما شفنا فيها فرصة كمان للنمو. الحمد لله فتحنا العيادة الاولى وده الفرع الثاني لينا باذن الله تعالى. في خلال اسابيع قليلة نفتتح الفرع الثالث وباذن الله تعالى نمتد الى ابو ظبي في القريب العاجل. بيميز 7D عن العيادات الثانية؟ 7D هي مش مجرد عيادة، هي منظومة كبيرة بترتكن إلى أسس. الأسس دي في البداية هي خدمة العميل، الحاجة الثانية هي تقديم إضافة من خلال الخدمات اللي بنقدمها وتكوين شركة بفكر احترافي. احنا مش مجرد عيادة، احنا في شركة كبيرة وراء هذه السلسلة من العيادات. احنا الفكرة مش بناء عيادة واحدة والانتهاء، احنا خططنا ان شاء الله تحقيق 10 عيادات في خلال السنة القادمة بإذن الله. شكرا لك. الله يخليك.